محمد انا نقول برك قيل الكثير على الاصابات ولا غير قيل الكثير على رياض محرز وعوار. يعني اليوم ما كاش لاعب تكون عنده اصابه يقدر يبرأ في 3 ايام ولا 4 ايام. كل واحد نوعيه الاصابه ديالو، كان يقدر يبرأ في اسبوع، كان يقدر يبرأ في 3 ايام، كان يقدر يبرأ في شهر. اليوم هذا رياض محرز وعوار براو في اسبوع، قال كيفاش براو في اسبوع؟ ما كانش منها، ما كانوش مرض وفضلوا ما يلعبوش في ليبيريا. يعني اتقوا الله، اللاعب اللي يكون عنده اصابه يقدر يبرا في يومين في 3 ايام. كل واحد ونوعيه الاصابه ديالو. بالناصر قالوا ماشي مصاب. شكون بالناصر؟ حتى بالناصر. واليوم قالت محمد اليوم تقول يعطيني نوعيه الاصابه، مش عطيك نوعيه الاصابه. هذا عنده نادي. انا عاد اللاعب هذا ربما راح نبيعه. كيفاش نقول لك نوعيه الاصابه تاعو؟ يعني نحرج هذا اللاعب هذايا؟ لا، مادام ما كانتش عندهم اصابات خطيره وكانت عندهم اصابات خفيفه، كان من الممكن انه خليه الاعلام تصدر بيان توضيحي تقول بانه محرز عنده لا تقول بانه محرز عنده انتفاخ في الركبه. وقال لك راح علاش ميدو؟ علاش ما تقدرش تقول ميدو؟ كل الانديه كل الانديه والمنتخبات في العالم تعلن عن نوعيه الاصابه. نوع الاصابه تقول باللي محرز عنده انتفاخ في الركبه، اين المشكل؟ فهمني اين المشكل؟ تقول عنده انتفاخ في الركبه، عنده الام على مستوى الركبه، ممكن هذه الالام تختفي بعد 3 ايام، بعد 5 ايام، بعد 4 ايام. اللاعب هو اللي يقدر يحس بالالام. الالم ما تظهرش في السكانير ميدو، ما تظهرش في اليرام. اللاعب لما يقول لك عندي الام، كيفاش راح تعرف انت البيان تاع الاتحاد في راحه؟ انا ما عندوش كوسه. قال لك سويت عندهم اصابات وكيفا لي زومبيشي باش يلعبوا في ليبيريا، والطاقم الفني فضل تسريحهم. هنا ما يقدرش يعطيك ديتاي، يقول لك محرز عنده بروبليم في الجنو دروا كوتي كذا، عنده بالك الدفاع، عنده ليغامو مكسر. مي اوني با دي ميتسا حنا، الناس تكزيجي تروح لواحد لو بوان ما تقدرش تيماجينه. لانه الجماهير الجزائريه شافت محرز لعب يوم الجمعه، غاب بالثلاثاء ولعب يوم الجمعه، لذلك صارت التاويلات. انت من اجل غلق هذا الباب ودرء هذه التأويلات مد نوعية الإصابة. قل بأنه اللاعب صرح للمدرب بأنه يشعر بألم على مستوى الركبة، هذا ما كان. وعوار كيف لازم يقولوا بلي عنده بروبليم في المينيسك، ولا عنده بروبليم في بيت شارك في المينيسك، عنده بروبليم في لادكتور ولا في البيوس، تي كاب اللي جاي تحت لادكتور يوجع الجوار. بليسي ما يلعبش أبخي ستاج الجاي كي تكون قائمة تشوف لكن ما تقدر دير تلخيص. انا بالنسبه لي لا حرج في ذكر النوع الاصابه. انا اللي عجبتني في هذا 16 الاخر في الماتش تاع ليبيريا سيكو لحد الان غابوا 5 لاعبين. صحيح ليبيريا ماهوش منتخب قوي، نعم. مي الجزائر بمن حاضر باش تكون مجموعه ودير دير ان جروب، ما تقعدش تصنف لي فودات. لي فودات هادو من بليسيان راحوا تصرف ورينا كيما يقول لك بالعاميه حنت يديك. تصرف فزنا 3-0 في ليبيريا، وتحس بلي سان جروب يلعب جروب كومباكت، يلعب كاع مع بعضه، كاع الناس دير لي زيفور وهذا يلعب لهذا. ميسيون سيليكسيون لهذا ماشي كلوب فيه لي جوار سوبر ستار ومن بعد فيه لي بون جوار ولي جوار نورمال. قائمه فريق هذا منتخب، يقول لك في المنتخب تجيب الافضل. نعم. والافضل نعم. يعني لما يغيب محرز تعوضه، ماشي يقول لك اللي يعوضه يكون محرز، مي بصح اللي يعوضه يكون يقدم اداء. نعم. لو كان ما لعبش مثلا ما غابش محرز وما لعبناش بتروا جوار في اللاكس ودرنا فارسي جوار دو كولوار كاريمو وبنزيا وبالرحمه يديو لي زانترفال دي مومون وين حجام وفارسي يهاجموا على يديو لي دو كولوار. لو كان ما شفناش اداء فارسي مي رب الدرات النافعه يغيب لك هذا يلعب هذا الفوكي دي مونتر كي الميريت دو بورتي لو مايو ناسيونال. هذا واش كان حد يقول لك عليه؟ فكرتك بين بانك تستاهل تحمل قميص المنتخب، ما تجيش فيغورون. نبقى مع رياض محرز، ما رايك في الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بسبب ادائه سواء في الدوري السعودي او في دوري ابطال اسيا؟ محرز ليس في الطب، ليس في المستوى العالي هذه الأيام. هل هي انتقادات رياضية، انتقادات منطقية، انتقادات لها حسابات خاصة؟ ما رأيك هذا الموضوع؟ لا دوك محرز انت كما تسناش محرز راح يمد لك وصل لواحد المستوى اللي محرز من احسن اللاعبين في افريقيا. الان راهو في 33 سنه يمشي ماكش حتى تسنى بهذيك الحيويه، لكن حنا نستناو محرز
الناس يتفهم كرة قدم، احنا نهضروا نخاطبوا في الناس يتفهم كرة قدم، انه يجلب هذيك التجربة تاعو ويوظفها في وسط هاد الشباب. ما تستناش دوكا المحرز كيما كان يدير مع ليستري يقبضها من وسط الميدان ويكركرها، ولا كيما كان يدير، ولا دوك محرز حنا ماذا بينا ينكادري هاد لي جين اليوم جايين ما بعدها ما بعد هاد كيما قال لي ميدو هاد لي ستار هادوما لازم يكون لا رولاف يمشي باش انك احنا نقولوا كان لا تعتقد بان انتقادات مبالغ فيها في بعض الاحيان. إيه دوك هذا عندك عندك توتين سيزون لعب هذا يا كيما يقولوا بيراميد، فترات يكون فيها في أوج العطاء في مع النادي تاعه ولا مع المنتخب، وكاين فترات وين تلقى ينقص المستوى تاعه. هذا هو اللاعب، ما ينجمش لاعب عندك 30 مقابلة في العام 30 مقابلة يقدمها على اعلى مستوى ولا يكون هذا توجور في الطوب، مره راهو في الطالع مره راهو في النازل. والمهم انه تحسوا باللي مام كيكون في بار اكزومبل ماهوش في المستوى تاعو، تحسوا باللي راهو يقدم مجهود وراهو حاب يعاون. هو علي محمد يقول لك على الدوري السعودي ورابطه اسيا، يعني تنجم تقول لي نقول لك ما تقول لي انت علاش رونالدو بنزيما يعني ما عادي بالنسبه ليهم، هما التأقلم تاعهم كان سهل عكس رياض محرز. رياض محرز ماهوش هذاك اللاعب اللي عنده الاندفاع البدني ويضارب وداه، رياض محرز لعب تقني لعب فني اللي هذاك هو اللاعب تاعو ما تقدرش يعطيك اكثر من هذاك الشيء. ولهذه الاسباب نظن باللي تلقى يعني صاب مشاكل وصعوبات في اندماجه في النادي ديالو. نعم، نصل الان الى مشاركه الجزائريين الدوليين في دوري ابطال اوروبا مع انديتهم هذا الاسبوع، ونبدا برميز الزروقي وحاج موسى أمين مع ناديهما فينورد، خسر 4-0 مقابل 0 على أرضية ميدانهما أمام نادي ليفركوزن. رامي الزروقي نال أسوأ علامة في اللقاء بعد حرس المرمى وخرج مع بداية الشوط الثاني، أداء يطرح أكثر من علامة استفهام. نعم، قدم أداء سيء صراحة في مباراة الأمس. لما تشوف أنه غيروا المدرب بين شوطين المباراة بدون أي إصابة ولا بدون تغيير الخطة ولا بدون تلقيه أي بطاقة، تفهم أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب وارتكب عدة أخطاء عكس حاج موسى اللي كان دخوله موفق. ورغم أنه فريقه خسر أمام باير ليفركوزن اللي راهو في مستوى يعني أحسن بكثير من فينورد، وراح يكون واحد من أبرز المنافسين في رابطة أبطال أوروبا. عنده تشكيلة رائعة، مدرب رائع، واستمرارية في الأداء الخارق اللي قدمه الموسم الماضي. أنيس حاج موسى كان خلف الشوط الثاني، نعم قدم خلف الدقيقة 61 دقيقة 61 وكان قدم لمحات كثيرة ونشط الهجوم، قدم حتى واحد التمريرة اللي المهاجم ما عرفش يحطها داخل الشباك. التمريرة كانت جيدة بعد عمل فردي على الجهة اليمنى.